قاعدين نحكيه على نسبة التوانسة اللي ما مشاوش انتخبوا واللي هي توصل ل 70%، واضح؟ هذه باش تفسروا قلة ثقة في النظام الحاكم، احتجاج على السائد. معناتها علاش التونسي اليوم يوصل ما يمشيش بنسبة كبيرة كي من هكا؟ علاش؟ قلة ثقة في النظام الحاكم، خاطر انتخبنا 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 أنا باغمي 70% تحكي عليهم مثلا. ما مشيتش؟ لا ما مشيتش وما انتخبتش ومانيش في ننتخب حتى كان تصير حتى كان تصير انتخابات أخرى. خاطر انتخبنا انتخبنا والنيفو عمال ماشي ويتي، حك تشوف طرف ما نغرقوا، فقر، تهميش، بطالة، سرقة، خطفة، لويش الاخ سي با لا بين، حكاية فارغة، أفرغ من الفارغة، كلها توعد وكله كذب، باش نحسن وباش نعطي وباش نخدم وكله كذب. ألوغ هما منا ولا منا باش يشدوا الكرسي، معناها لا صوتي ولا صوتك باش سي بون، معناها الخدمه مخدومه تحسها وامورها واضحه، فهمت؟ معناها هذه كلها تحسها بريتيكولات. انا كان توا يعدوا الانتخابات ما نمشيش وما ننتخبش، واكثر حاجه ندمت عليها اني انتخبت 2014 مثلا، اول انتخابات صارت وقت انتخبوا الباجي. ندمت؟ ندمت خاطر حكايه فارغه. الباجي قال باش نعملوا باش نقدوا باش نقد، ما قد شيء. يوسف الشاهد جاي من بعد الحكومه نتاعو باش نعملوا باش نقد، ما قد شيء. انا خسرت لابان. احنا نسينا تونس من اللي خرج منها الزين يرحمه، نسينيها كومبليتمون، نسينا الامن والامان. توا ما فماش مراه تخرج 9 نتاع الليل وتروح لاباس، امبوسيبل. ميم حتى راجل ما يروحش لاباس. والفقر، تقف باش تشري صباط اقل صباط 100,000، تدخل مارشي سنترال 50 و 60,000 ما تقضيلكش قفه خضراء زايد معناها. حزنتني حزنتني حممت لي قلبي، جيت نسال علاش ما تنتخبوش يا دخت. لا مش حزنتك، هذا الواقع. علاش نهربوا من الواقع؟ علاش نهربوا من الواقع؟ انت تو كي تدخل مارشي سنترال توا تلقى البطاطا ب 2000 وتلقى الطماطم ب 2000 وتلقى الفلفل ب 3000 وتلقى البنان ب 5000 شيء ما تنجم تقضي شيء. المشكله يعني الرئيسيه معناتها تكمن في حاجه واحده، انعدام الثقه خويا في الاحزاب. انت كي تشوف معناتها حزب معناها حتى قبل ما الانتخابات، قبل ما تصير الانتخابات خويا، في عهد معناتها حمادي جبالي، في عهد برشا معناتها الحكومات الكل اللي شدت قبل، معناتها اللي الحكومه اللي تشد ما تعمل لك شيء في البلاد خويا، ما تعمل لك حتى شيء. معناتها ما تشوف معناتها تمشي تنتخب وتصوت وما اعرف شنو، في الاخر بالكل ما يتبدل حتى شيء، بالعكس معناتها الاحوال ماشيه وتتدهور، معناتها ما فماش حتى تحسن، فهمتني؟ وابار هذاك الكل تو المواطن ما عادش يهمه في حتى شيء، ما تعطيه بركه يعبي كرشه ويخدم على روحه، ما يستناش الدوله باش تعطيه، فهمت؟ ما عادش المواطن حتى كي تساله تو تيقر يحب يخرج حتى من البلاد جمله، معناها فهمتني؟ ما عادش حتى الخدم اللي يمشي يخدم معناها خدمه هكاك وبرا يولي معناتها استغلال، يولي معناتها يرجع يفد ويرجع للقهاوي، معناتها ان سي دي سوي، معناها هذاك الريتم يولي شنيه، معناتها يرجع الام وابوه، بابا اعطيني مصروفي 5000 دخان وكسكروت وشد دارو. هذاك علاش معناتها البطاله ماشيه، معناها ماشي وتزيد، وهذايا الكل اكوز الاسباب، معناتها العباد اللي تحكم في البلاد والعباد اللي كل مره معناتها يخرج واحد معناها هاني انا كذا هاني انا كذا هاني باش نعمل، وهاني الكل وعود زائفه وكلها وعود كاذبه وما يعمل حتى شيء وما هوش باش يعمل، يشد الكرسي راه ما عادش لفت لحتى بشر. عقليه الحكومات معناتها اللي تشد البلاد، الدولة معناتها البلاد التونسية معناتها هكاك، معناها ما يشد لك الكرسي سي ينسى الوعود نتاعو الكل، فهمتني؟ وما يمشيش وما يعمل حتى شيء، وهذيك وشنية هذيك هي معناتها التوانسة رافضين الطبقة السياسية الكل والأحزاب الكل، معناها بأطيافهم ما رافضينهم، على خاطر توا ثورة من 2011 حتى لليوم ما حقت حتى شيء للشعب التونسي، لا بطالة حلولها القولها حل، ولا الاقتصاد تلهو بيه، الطبقة المتوسطة اتهرت، والإمكانيات متاع العباد ما عادش موجودة، الدنيا غلات برشا، ولذا باش يستنوا منهم توا 9 سنين وما عملوا حتى شيء. وانت في بالك الجدد باش يحلوا مشاكل تونس؟ ما مش باش يحلوها، باش تزيد المديونية وتزيد القروض ويزيد الدينار
يزيد يتكب ساعده وفهمتي ولا هكا 70% متوانسه اللي ما انتخبوش على شنو يدل هذا؟ يدل على عدم رضاهم على المنظومه السياسيه، احتجاجهم على السائد في منظومه الحكم. والله انا معناتها من منطق العمل نتاعي حكيت مع برشا عبيد وحكيت مع برشا بالكدا بالكدا، والموضوع هذا تجبد التونسي ولا يخاف؟ ماشي يخاف، التونسي ما عادش عنده اقتناع بالسياسيين هذوما. نعطيك مثال، اي سياسي يستعمل كاء التشبيه حاجه تخوف. انا كسياسي انا كدروع خاطر كاء التشبيه تعرف لغوي عدم الاقتناع بالشيء، واللي معناتها انا كسياسي باش نعمل مش سياسي وباش نعمل، معناتها عدم الاقتناع بالشيء. انا نتصور التونسي نهار الخطاب السياسي يولي واضح يولي صريح يولي متجه ديريكت، راهو الالفاظ اللغويه عندها قيمه كبيره. التونسي ما عادش ساذج، التونسي ما عادش يصدق اي كلام، تطلع تتكلم 70% بعد ما تقعد يقول لك لا هذا منهم 5% صحيح. بيان سور كي انت ماكش راضي فهمت، هو راهو سلاح ذو حدين، من ناحيه معناتها هذاك احتجاج حضاري اللي باش ما نصوتش على خاطر مانيش راضي، ومن ناحيه اخرى كيك تزيد الصمت نتاعك يزيد يغرقنا اكثر، معناتها سلاح ذو حدين. انا واحده منهم ما انتخبتش، ما عندي ما ربحت منهم حتى شيء. يعني توا بركه مشيت للولايه كل حاجه ما فماش، تعرف توا نستنى في تاع الفلوس تاع ليسيم تاع ولدي لتو ما عملوا لي شيء. لا ديار لا هنونا بالديار واسمي في الليست كل شيء وما فما شيء، لا ديار ولا والو. عاملين كلك الشيخوخه هذيك الحكايه. علاش ما انتخبتش؟ لا الاول ولا الاخر ما عندهم ما رابحين، البطاطا اكثر من العلوش ولد. وانا نهار نخدموا 10000 ما كانش من المارشي سنترال انا ولدي ما نقوموش. قاعدين نحكيوا على نسبه 70% اللي امتنعوا عن عمليه الانتخاب، يعني ما انتخبوش. النسبه هذه تدل على انه التوانسه رافضين لمنظومه الحكم السائده، محتجين يعني على الموجود. محتجين، انا الاولى ما مشيتش محتجين خاطر كل شيء غلى وكل شيء كان ما ذو ما غالي، ذو غالي. المعيشة غالية، كيلو بطاطا ب2000، فلفل في الصيف في عهد الزين الله يرحمه كيلو تمشي للسوق لهنا تشري كيلو فلفل ب500 فرنك، كيلو بطاطا ب300 فرنك، توا كيلو بطاطا ب2000 وهي ماهيش بطاطا، مش بطاطا تجي تختار يقول لك هز ولا كان عجبك خلي غادي، يعني مغصوب باش تهز بالعائلش ياكل. يعني ماكش راضي على منظومة الحكم؟ لا مانيش راضية بالحق، خاطر احنا اللي نسكنوا في حي الريفيه مثلا دوار هيشر مثلا حي التضامن مثلا مانيش خالتين حتى على شيء، اولادنا كلها بطاله. باهيش احنا الحكم اللي شادين الحكم، اولادنا حرقت كلاها البحر، اش حسنا منهم؟ احنا حسنا منهم حاجه؟ حسنا منهم حتى شيء. اولادنا كلاها البحر، اولادنا حرقت ليله يتعشى ليله ما يتعشاش، ليله يبات في تركينا ولينا ما يباتش فيها، يبات هامل يدور يهزوا الحاكم. كيفاش تحبنا احنا راضيين؟ اي واحد مفارق كبته كبته حرقت كلاه البحر، اش تحبنا احنا نرضوا عليه الحكم هذا؟ شنو ماناش رابحين حتى شيء. مني يرضى عليك كما يقولوا المثل يا رجل امي الاول، يرضى عليك يا الزين كانت المعيشه رخيصه. المعيشه على الاقل فما المعيشه رخيصه، اما تو كل شيء طار، كل شيء ما عاد خالتين حتى على شيء ولدي. وهنا حكمه ثم حكمه، كون ثم حكم أول حاجة هي تتأسس الوحدة نتاع الحزب اسمها لجنة اسمها الدستورية، المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية هذيك أساس، لأن خاطر إذا ما ثماش هذيك أعتبرها كأني نحلة بلاش عش، ما عندهاش حد ما عندهاش جبهة، لأن هذيك المحكمة الدستورية تصدر القرار على رئيس الجمهورية على أبسط المواطن، هذيك اللي تحمي الدنيا. ما دام هذيك ما تعملتش راهي الوقت الكل تبنت في عهد البجي على خنن وفي عهد بورقيبه على خنن، كلهم مشاش الحق، البلاد ما تبنتش على حق، تبنت على تحايل وعلى محاسبات. هذا ما يفسر انه 70% ما ينتخبش. يا اخي شنو لا دلشني هي باش نعمل باش تعمل شنو اللي عملت؟ هو اللي قبلكم شنو اللي عمل؟ شنو اللي عمل؟ ما دام ثم تخلف وتقولوا رفعنا الاميه وعملنا شنو اللي عمل؟ وقت يتولى عليه البلاد هذه بورقيبه انت 7 ملايين ولا 6 ملايين ولا هم 5 ملايين. ما قديناهاش باش نقدوها تو وقت اللي دخلت 12 مليون وعمل الشيء يزيد. وربي كيوسع على السارق، السارق لازم تقسم يده باش يبقى عبره، مش خاطر هذا سي عمر شاشيه من طرف سي فلان وهذه من طرف سي فلان وغطي على اليود. العدل العدل هو الاساس، الله يحسن العاقبه. خايفين كان تو تعرف شكون يخادعاني؟ هم الوالدين. ثماش بو ولا ام تموت مرتاحه
اللي عنده ثلاثة بطالة واللي عنده زوز هجاجر واللي عنده زوز معاقين. أصعب مصيبة توا في البلاد هذه هم الوالدين قاعد يعانيوا. ما ثماش بوه يموت ويقول لك يا ربي لك الحمد وليداتي قريتهم ووصلتهم تهنيت عليهم الموت علينا حق. واللي هذه زايدة الله يحسن العاقبة. أول حاجة أنه الشعب التونسي مش مستانس بالانتخابات، حتى كي كانت موجودة كانت نسبة الإقبال رأي ضعيفة ضعيفة برشا. أنا باش نحكي لك، أنا كنت إطار في بلدي تونس ونعرف إيش معنى انتخابات. كان على ترسيم في مكتب اختراع ب 300 يجيوا 20 26، ثم يقع بالداتور هذيك ويحطوا أنه 300 ولا 298 ولا 290. التقاليد متاع الانتخابات ماهيش موجودة. تقول لي تونسي ما بالشوية يمكن بعد الثورة ولا واحد جات الانتخابات تاع 2011 مشى بكثرة، ثم معناها اللي يحس وانه معناها الامور نتاعو ما تحسنتش يقول لك كي نمشي كي ما نمشيش. معناها لا لا، اما العزوف معناها هو تقاليد من الاصل، معناها يلزمها برشا وقت باش الناس تولي تستانس معناها ويعرف اللي الصوت نتاعو معناها يلزم يكون موجود باش يقرر مصير هالبلاد هذه.